السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. انا اشرف خليل من قناة فريلانسر اكاديمي. اليوم شباب راح نكمل اخر درس يعتبر بتجهيز الاعدادات للمواقع الافليت، وبعد هيك راح نبدأ باذن الله رب العالمين بحملات اعلانية وطريقة ترويج المنتج، وكيف نقدر نحصل على ترافيك للمواقع، وكيف نقدر نعمل حملة ممولة بسعر يعني رخيص جدا ونكسب منه ترافيك عالي لمواقعنا، ونكسب منه من خلال الإعلانات ومن خلال مبيعات الأفليت. طبعا بداية قبل ما نبدأ في هذا الدرس بالتفصيل، بس في أحد الشباب كان كلمني من كم يوم وكان سألني عن موضوع بصراحة، وقال لي أنا بعرف أنه أستاذ يعني بالنسبة للحملات الإعلانية أنه الفيسبوك بيعرض على الأفليت. طبعا انا بس بدي اجاوبه بطريقه سهله بسيطه. الفيسبوك طبعا صحيح بعرض يعني وبرفض روابط الافليت، حتى لو انت قمت باضافه اي رابط افليت لاي منتج او لاي موقع داخل اي بوست، بعد فتره تجد انه بدا يعطيه بلوك، يعمل بلوك ويعمل مشاكل للموقع، فبناء عليه هو فعليا بيرفض. ولكن انت ما راح تعمل حمله وتقوم بترويج رابط الأفليات الخاص بالمنتج على الفيسبوك، انت بتقوم بترويج موقعك نفسه. يعني انا بدي اقوم بعمل حملة إعلانية على سبيل المثال وليكن لمنتج معين، لهذا المنتج مثلا، لان انا مش بحاجة اني اخذ رابط الأفليات الخاص بهذا المنتج واعمل له حملة، لا، انا هذا المنتج نفسه اللي هو داخل موقعي انا هو اللي بعمل له حملة بدون أي روابط أفليت. فالزائر بيجي على موقعي أنا، ومن موقعي أنا بيتم عملية إما الشراء وإما الذهاب إلى المصدر عشان يقدر يشتري وتحصل أنت على الفائدة. يعني الموضوع سهل، أتمنى أن يكون واضح، والدليل يعني أنا بتعطيكم بس شغلة بسيطة هون. هذه حملة شغالة الآن، هي موجودة. لو شفنا إحنا هون بالسوشيال ميديا، هذا الفيسبوك شباب، هذا الفيسبوك زي ما أنتم شايفين، وهذا بنترست وهذا بينج، يعني هذا الكلام سوشيال ميديا، يعني ما في مشكلة بطريقة العمل، المهم انك تشتغل بطريقة سليمة. هل انه هذا الكلام يعني ممكن احنا نعمل حملات ونستفيد فيها؟ بالفعل. كم تعطيكم انا بس لمحة بسيطة وسريعة، بس هذا حساب إديسنس الخاص بهاي الحملة اللي انا بتكلم عنه الان. طبعا هذا مش حساب الموقع هذا لحاله، يعني عدة مواقع، ولكن انا هنا حطيت لكم القناة على الحملة اللي أنا شغال عليها، اللي هي الإيجي سيل زي ما أنتم شايفين. هي موقع الإيجي سيل هذا اللي أنا شغال عليه الآن، هو نفسه الآن اللي الحملة شغال عليه، هو نفسه الآن اللي هذه نتائجه لغاية الآن لهذا اليوم. بناء عليه شباب، هذا اليوم طبعا زي ما أنتم شايفين، هذا اليوم، لكن هذه مش نتائج بس هذا هون، بس هذه القناة لحالها نتائجها، ولكن هذا اجمالي اليوم. على كل حال، يعني الفكره بسيطه انه تقدر انت بكل سهوله تعمل حمله ما عندك اي مشكله فيها، سواء عملتها على فيسبوك، سواء عملتها على اي موقع بدك اياه. طبعا احنا راح نشتغل بسياسه معينه يعني، لكن ما فيها اي مخالفات وما فيها اي ترويج خارجي. يعني احنا ما راح نروح على الـ على على سوري على اي باي او على مثلا امازون وناخذ رابط الافليت الخاص فينا وبعد هيك نعمل لهذا الرابط احنا اعلانات. احنا ما بنشتغل بهاي الطريقه، يعني احنا بنشتغل انه هذا المنتج موجود اصلا اوريدي على مواقعنا احنا، واحنا بنقوم بعمل حملات اعلانيه لمواقعنا احنا، بناء عليها احنا بنقدر نحصل زيارات على موقعنا احنا وعلى صفحاتنا احنا. هذه الصفحه لما انا اقوم بانشاء صفحه فيسبوك مثلا على سبيل المثال لموقعي واعرض فيها منتجاتي واعمل فيها عروض، الآن أنا بكسب أني بعمل هذه الحملات لهذه الصفحة، بنفس الوقت أنا بيصبح في عندي متابعين لهذه الصفحة، فممكن في البداية أتكلف بعض التكاليف البسيطة ورمزية، يعني ما راح نشتغل بأرقام عالية يعني اطمنوا، وراح نشتغل بكوبونز وراح نشتغل بكثير أمور يعني مع بعض إن شاء الله فيها، ولكن راح أكسب أنا أن يكون في عندي أنا ترافيك على هذه الصفحة، بنفس الوقت راح يكون عندي أنا متابعين على هذه الصفحة. فيما بعد بصير اي عروض انا بنزلها مش بحاجة ان اعمل اي حملات تمويل او ممولة، لانه في عندي اوريدي اصلا صار متابعين على صفحتي الفيسبوك اللي هي تابعة اصلا لموقعي. فاحنا الان هذا الفيديو راح نتكلم بس عن تكملة بعض الامور البسيطة في الموقع،
ومن الفيديو القادم راح نبدأ بإنشاء الصفحات السوشيال ميديا. طبعا المفروض نحن أنشأناهن يعني، ولكن راح نشتغل مع بعض كيف ننشئهن بطريقة سليمة لهذا الموقع تحديدا اللي هو للأفليت، ونبدأ نعمل حملات إعلانية بناء عليه. راح تكون الأمور بإذن الله السليم، ما في أي مشكلة. هذه الصفحات الأكتف بيج تكون شغالة، فالموضوع سليم شباب، ما في أي مشكلة. ما في أي مشكلة إن شاء الله رب العالمين. راح تشتغل بطريقة سليمة، ما تخاف. راح تحصل طبعا، هذه في الآن حملة شغالة، وهذه إعلانات إدسن زي ما تشايفينها موجودة أمامكم، ما في أي تأثير على الإعلانات بإذن الله رب العالمين. هذا الموقع اللي بنشتغل مع بعض عليه، هذه الإعلانات طاهرة زي ما تشايفين، هذه إعلانات إدسنس، والحملة اوريدي شغالة أصلا على الموقع. بنفس الوقت الإعلانات موجودة وبتظهر بشكل سليم 100% على الموقع بدون أدنى مشكلة بإذن الله رب العالمين. لو دخلنا على أي صفحة راح تجد إنه الإعلان هي موجود زي ما تشايفين، ما تم لا حجبه ولا أي شيء. هذا إعلان وهذا إعلان موجودين زي ما تشايفين، هذا إعلان موجود، هذا إعلان موجود. فالموضوع بإذن الله رب العالمين هذا إعلان موجود، ما في أي مشاكل ولا أي مخالفات رسمي قانوني. هذا إعلان موجود، كل هاي إعلانات موجودة شباب، هذا إعلان موجود. طبعا هذا الكلام بنرفعه في بعض الحالات وبننزله عشان إحنا بنعمل حملات، يعني بناء على الحملة إحنا بنتحكم بعدد الإعلانات اللي بنظهرها. على كل حال هذه مقدمة، يا رب ما تكون أو ما كانت طويلة عليكم. راح نبدأ الآن إن شاء الله مع بعض كيف ننهي تكملة باقي الإعدادات. راح نقوم باستخدام بعض البلاجنز الجداد. هاي البلاجنز طبعا شباب كلها مدفوعة، لكن مشتركين المواقع راح يحصل عليها مجانا. طبعا شباب بعد المقدمة الطويلة اللي تكلمنا فيها، الآن راح نشوف إيش البلاجنز اللي إحنا راح نحتاجها. همنا الأكبر الآن شباب على اللي هي سلامة موقعنا، ويظل مواقعنا سليمة وسرعتها تكون مناسبة، عشان زي ما حكيناها في البداية، أول شيء إنه الزائر ما يمل من يعني من اللودينج اللي بيحصل على الصفحة. عشان لو أنت عملت ترافيك على موقعك وأصبح في عندك بوقت واحد عدد زوار كثير، يقدر يستحمل. طبعا السي بي يو عندكم ما تخافوا، يعني إن شاء الله ربعين إحنا رفعناه لنسبة كثير كويسة، يعني كل يوم أنا بتابع فيه، وكل يوم أنا بكون على التقرير مباشرة، يعني لما أشوف أنه أي لود زيادة على طول بعمله سكيل وبرفعه، يعني ما تخافوا إن شاء الله. لكن في بعض الأمور طبعا بتهمنا في الموقع نفسه. الآن أول شيء شباب، طبعا في بعض الشباب عندهم الويب بيكري بيج بيلدر ممكن يحتاج تحديث ويتوقف عن التحديث، عشان هيك الآن أنا راح أحذفه من عندي زي ما تشايفين. هذا هو راح أعمله دي أكتف، أول خطوة. طبعا إحنا راح نشتغل مع بعض عشان نشوف كل الأمور إيش راح نسويها وإيش راح نعمل فيها مع بعض. أنا قمت بحذفه بناء على شباب الموقع عندي راح يختلف تماما الآن شكله زي ما تشايفين. هذا الموقع أصبح الموقع زي ما تشايفين لأنه مش موجود. أنا الآن قمت بحذف بتعطيل الويب بيكري، بدي أقوم بحذفه بداية. هذا هو شباب، بدي أقوم بحذفه بهذا الشكل. راح نعمل الآن على تحميل النسخة الأصلية منه، فبناء عليه هذه الشباب راح نحملها مع بعض. الآن طبعا المطلوب مني أعمل أكتف للبلاجن كالعادة. طبعا الآن رجع شغال 100%. لو رجعنا على الموقع وعملنا ريفريش، هذا الموقع رجع زي ما كان شباب. بالنسبة هون للإعدادات، لو رحنا إحنا على الإعدادات الخاصة فيه، لو رحنا على البرودكت ليسن من هون راح تجد شباب إنه مفعل 100% على موقعك. طبعا أنا راح أقوم برفع البلاجنز على مواقعكم، فطبعا ما حد يستعجلني في الموضوع، أنا لحالي راح أرفعهم كلهم يعني خلال بإذن الله يومين ثلاثة بكون كل مواقعكم راح تجد فيهم البلاجنز. راح تدخل على الموقع تجد انه هذا البلاجن تم استبداله، يعني انا راح اضيف لكم اياهن، لكن ما راح افعل، بحيث انه باقي البلاجنز انت اذا بدك اياها بتفعلها حسب ما تلاقي او تشوف المناسب. لكن هيك صار عندي انه هذا البلاجن اول شيء
جاهز. راح نقوم بإضافة بعض الأدون على هذا البلاجن، راح نقوم بإضافة بلاجنز ثانية كمان، راح نعمل أبلود كلهم طبعا شباب، هذول نسخ مدفوعة من هون. نفس الشيء راح نعمل أكتف. طبعا لو توجهنا على أي صفحة بس عشان نشوف إيش اللي أصبح عندنا إضافي، أول شيء شباب راح تجد إنه في عندك قوالب جديدة نزلت من هون، مجرد ما دخلت هون راح تجد هذه القوالب أصبحت موجودة عندك، تقدر تعاين القالب اللي بدك إياه وبعدين تعمله داونلود بهذا الشكل. هذا عشان تستخدمهم للصفحات، بلس إنه تقدر بنفس الوقت طبعا إذا دخلت على إضافة أي إضافة شباب من هون تجد عندك Unlimited VC Add-on زي ما تشايفين، هذه كلها إضافات أصبحت جديدة موجودة عندك، بتقدر أنت من خلالها برضو تستفيد وتكمل بتنسيق وتجهيز موقعك بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة. هذه كلها إضافات جديدة زي ما تشايفين الشباب تم إضافتها على، طبعا في كمان لسه إضافات راح يتم إضافتهم. خلينا نرجع مع بعض نشوف تكملة البلاجنز، راح نقوم بإضافة كمان بلاجن آخر له علاقة بالبيج بيلدر، راح نروح من هون برضه، هذا عشان تعديل صفحات، مثلا تقدر تعدل صفحة المنتج كيف يكون شكلها، تقدر تعدل صفحة التشيك أوت، تقدر تعدل صفحة الماي أكاونت، بتقدر يعني كل صفحات موقعك بكل بساطة بتقدر تعدل فيهم. طبعا ما راح اقوم بشرحهم يعني بالتفصيل لانه هون موضوع اخر، انا بس بدي اعطيكم اياهن وانتو بتقدروا تشتغلوا، يعني سهلين ما بدهم مش اشي للامانة. يعني راح نقوم برضو كمان، احنا هيك خلصنا من الويب بيكري، الان لو شفنا عند البرودكت من هون شباب راح نجد انه صار في عندي برودكت تمبلت من هون، هذه إضافة عشان تقدر تتحكم أنت بصفحات المنتج نفسه، هذه ما في لسه أي شيء، بتقدر أنت تقوم بإضافة القوالب من هون، تقدر تختار القالب اللي بدك إياه وتجهزه بالطريقة اللي بدك إياه. هاي القوالب بتخص يعني لو ضغطنا من هون ورحنا من هون شباب راح تجد عندي هون سينجل برودكت زي ما انتم شايفين نزلت هون الووكوميرس، كل هاي الامور صار اصبحت جديدة عندك، تقدر هذه كلها بتخص بس صفحة المنتج، كيف تقدر انت تتحكم بصفحة المنتج. هنا add to cart مثلا، هون البرايس، هون الريتنج، هون الديسكريبشن، هون الشيرينج، هون كثير، كل هاي الامور شباب اصبحت الان متوفرة موجودة عندك بكل بساطة، بتقدر تتحكم بجميع صفحات الموقع. إذا كنتم محتاجين إني أشرح عن بعض الصفحات زي مثلا Add to Cart أو مثلا السنجل برودكت كيف نعدلها أو هاي الأمور، أنا ما عندي مشكلة، إذا أنتم كنتوا حابين هذا الكلام بالتعليق بتردوا علي فيه، بناء عليه أنا بقدر أضيف لكم هذا الكلام. كثير طبعا الآن راح نشتغل كمان، في عندي لسه بلاجنز تاني، راح نروح أول شيء نحذف بلاجن عندي شباب، طبعا WP اوبتمايز بتعرفوه، هذا اللي بيعمل على يعني بيساعدنا بضغط قاعدة البيانات وبنفس الوقت ضغط الصور الى اخره، هذا راح نقوم بحذفه وتركيب النسخة الجديدة منه. بس اول شيء راح اورجيكم انا امر بسيط هون، لو فتحته لحال عشان بس تفهموا علي، هذا هو شباب، هذا طبعا النسخة اللي متوفرة الموجودة عندنا حاليا، لان لو نزلنا هون شباب راح نجد في بعض قواعد البيانات زي هذه العلامات اللي انتم تجدوها هون، هذه الحمراء هاي بحاجة لعملية اوبتمايزيشن، بالنسخة الفري ما بتقدر تعملها، هذه كله اللي بالاحمر لانه هذا خطأ، لازم يكون كله هيك زيرو عندك. الان النسخة البرايم او المدفوعة بنقدر نعملها، زائد موضوع الصور هون شباب، لو دخلنا على الصور شفنا هون الصور، شوف هنا هاي على البريميوم وهاي على البريميوم اللي هي unused image عشان نعرف الصور الغير مستعملة وغير مستخدمة ما بتقدر الآن تستخدمها أو تستعمله من هون.
او تقدر تعمل ليزي لود اللي هي بتعرفوها عند لما تيجي توصل الصورة بتفتح الصورة عشان تحمل او تخفف من حمل الصور على الموقع. عشان نقدر نوصل لهاي ونعملهم راح نقوم بعمل دي اكتف اول شيء هذا، راح نقوم بحذفه كالعادة شباب. اوكي مباشرة نتجه نقوم بتحميل النسخة الاصلية منه. اوكي اوبتمايز، اوكي هذا هو، نعمل له انستول ونعمل له اكتف مباشرة بهذا الشكل. طبعا هذه اللي انا اضفتهم الان الضروري، لما نوصل عند الشيء اللي مو شرط انك تستعمله راح نتكلم عنه. هذا اوبتمايز، اوكي ننزل نفعله، فعلنا احنا اوريدي، هذا هو. خلينا نشوفه مع بعض شباب كيف اختلف الان عندي. هذا هو شباب، الان لو دخلنا على التابل من هون شوف الشباب اصبح في عندي اني بقدر اعملها اوبتمايز لكل تابل على حدة. شوفوا هون هذه مثلا نقدر نعملها اوبتمايزيشن بهذا الشكل. شوف الان كيف تنضف ترجع زي ما انت شايفين، هذا كله بينظف قواعد البيانات بحيث انه يظل عندك الموقع سليم بهذا الشكل. بهذا الشكل نفس الشيء اصبح عندي، شوفوا زي ما انتم شايفين كل شيء تمام. لو رحنا من هون على الصور شباب راح نقوم بتغيير الاعدادات، راح نخليها الان على هذا الاعداد مش زي ما كانت على الكاستم، راح نحولها بهذا الشكل لانه اصبح الان بيقدر يعطيني اوبتمايز اكثر للصور. هذه الصور زي ما انتم شايفين كلها نقدر الان نعملها سيلكت ونعملها طبعا اوبتمايزيشن. هنا الـ unused image اصبحت تظهر عندي الان، هو بيحمل لي جميع الصور الغير مستخدمة في الموقع، يعني اللي هي محملة على الموقع لكن انت ما بتستخدمها، ما بتعرض اي منتجات بس مجرد صور، طبعا تكون شوي احيانا ممكن تكون كثيرة، بتتحقق منها بناء عليها بتقدر تحذف اللي ما بدك اياه. وهنا بتقدر تفعل هذا الخيار شباب طبعا على الايمج بس وتعمل سيف سيتنج بهذا الشكل. انت بتكون حصلت على النسخة المدفوعة والاصلية. هذه الصور الغير مستخدمة شباب زي ما شايفين 518 صورة غير مستخدمة في الموقع، هذا بيكون بسبب لما احنا بنقوم بحذف واعادة منتج من جديد والى اخره. كل هذا الكلام بيعمل عندي حمل ولود على قاعدة البيانات وبنفس الوقت بيعمل عندي لود على السيرفر نفسه، فانا بتخلص من هذه الفضلات خلينا نسميها. طبعا انت بدك تتحقق منهن قبل ما تعمل، بعد ما تأكد انهن مش مستعملات تعمل على سيلكت اول، تعمل كلير او تعمل ريموف من هون بهذا الشكل كل هاي الصور زي ما انتم شايفين، ما تعملها الا بعد ما تتاكد 100%. طبعا اوكي بعد هيك شباب راح نرجع برضو على البلجنز من هون. الان راح اقوم بتحميل الاليمنتور شباب البرو، النسخه البرو برضو تقدر طبعا هذه اختياريه ممكن تستخدمها ممكن ما تستخدمها، انا راح احمل لك اياها وانت ممكن تستخدمها وممكن ما تستخدمها، لكن عشان نشوف مع بعض ايش فيها ميزات بتختلف عن النسخة اللي مش مدفوعة او ايش ممكن نستفيد منها. نعمل اكتف طبعا الاليمنتور شباب عشان يشتغل هو محتاج التو فيرجن البرو والعادي، يعني لازم يكون الفري ويكون العادي، فهم اثنين موجودين راح تاخذهم مع بعض. يعني هذه النسخة العادية شباب زي ما انتم شايفين هون بيطلب منك انك تقوم بتحميل النسخة البرو عشان يعطيك جميع الميزات فيه. راح نحملها برضو وين راحت من هون، اوكي بعمل له اكتف نفس الشيء. الان اصبحت النسخة عندي زي ما انتم شايفين البرو هي اللي شغالة، هاي القوالب تقدر انت تشتغل من خلالها. طبعا لو رحت على ثيم بيلدر من هون
وانا زي ما شايفين شباب اعطيك الهيدر والفوتر والسنجل والارشيف والسنجل برودكت والبرودكت ارشيف، اي صفحه بدك اياها انت بتقدر تقوم بانشائها. لو بدك بس تعمل تيست عشان نشوف مع بعض، من هون بتقدر تفتح تختار نوع البيج اللي بدك اياه، ولتكن بيج تيست مثلا، كرييت. زي ما انتم شايفين هيك بيفتح لي صفحة اللي اقدر اشتغل من خلالها. طبعا راح تجد انه في اضافات كثير بتكون موجودة عشان هي النسخة البرو موجودة من هون، زائد انك بتقدر تقوم باضافة اي قالب بدك اياه بس بالضغط على الفولدر الفاضي زي ما شفتوه من هون. تفتح معك الان زي ما انتم شايفين هذه قوالب شباب، هذه كلها قوالب تقدر تستخدم اي قالب. طبعا هذه قوالب موجودة من نفس القالب، يعني من نفس الثيم اللي احنا شغالين فيه اصلا، زائد قوالب اخرى يعني بتقدر تستخدمهم. هذه زي ما انتم شايفين كله بيجيب لك اياهم، حتى اللي احنا اصلا اوريدي شغالين فيهم تجدها موجودة هون، فبتصبح عليك اسهل انك تشتغل فيها. لو بدك تغير شكل الموقع تشوف هذه كلها بكل بساطة، بتقدر تشوف كل هذه مسموح لك انك تشتغل فيها شباب بكل بساطة. كل هاي القوالب زي ما انت شايفين بتقدر تختار القالب اللي بيعجبك واللي بتناسب مع موقعك، بتقدر تقوم بإضافته بكل بساطة. انت بتقدر تقوم بمعاينته من هون. طبعا النت عندي بطيء شوي، لكن راح اعطيك انا مثال سريع. نختار مثلا اي قالب، شوفوا شباب القوالب اللي احنا حتى اللي احنا بنشتغل فيه، عشان اذا بدك تعدل عليه نفس الشيء. انا راح اختار مثلا مش عارف بصراحة انه واحد، ولكن خليني مثلا هاد، نعمل انسيرت على طول بهذا الشكل مباشرة. زي ما انتم شايفين شباب تفتح عندي هذه الصفحة، خليني بس نسكر هاي من هون هيك. هذه صار اصبح الموقع بهذا الشكل، بتعدل شوفوا بياخذ طبعا منتجاتك بشكل طبيعي، بيشتغل معك على طول زي ما انتم شايفين. هذا الموقع هذه صفحته، وبتقدر طبعا تعدل عليها بالطريقة اللي بدك اياها. طبعا شرحنا بأكثر من مرة طرق التعديل على الإليمنتور، والناس اللي بتشتغل معانا صارت تعرف كل هذه التفاصيل. بتقدر تضيف، بتقدر تحذف، بتقدر تضيف من هون سكشن جديد اللي بدك اياه بتقدر تضيفه، وليكن بدي مهما كان، حتى لو بدك تضيف صفحة منتج، يعني شو ما بدك بتقدر تضيف من هون. لو انا بدي اضيف مثلا بهذا الشكل شباب، اوريكم شيء ثاني. لو رحنا على البلوكس من هون شباب، هذه بس قوالب، من هون نقدر نختار اي قالب بدنا اياه شباب. سنجل بيج مثلا، سنجل برودكت، هذه الصفحات اللي بتخص المنتج، كيف يتم عرض المنتج. طبعا انت بتقدر تاخذها وتعدل عليها وتزيد وتعمل اللي بدك اياه وتشوف كيف بتظهر معاك هذه الصفحة، بتقدر تضيفها وبتقدر تعدل عليها. باختصار طبعا شباب يعني من هون البيج، من هون القوالب اللي جهزت لما تحفظها طبعا، لكن باختصار هو طبعا متوافق 100% مع القالب اللي انت شغال عليه، لانه اصلا كله مصمم من خلال البيج بيلدر اصلا، فما راح تتغلبوا فيه باذن الله رب العالمين. سهل جدا وجميل جدا 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 يعني. باقي عندي اخر بلجن شباب راح نقوم بتحميله مع بعض، خليني ارجع ونكمل. طبعا القالب الاخير اللي هو الاس اي او او سيو اللي بخص السيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي بخص طبعا راح نحمل الان النسخه الاصليه منه. راح نعمل اول شيء دي اكتف كالعاده، نحذفه طبعا، بعد هيك نقوم بتحميل، لانه طبعا هذا بالذات يعني بالنسخه الاصليه في اضافات فظيعه جدا، ممكن راح نحتاج درس نشرحها للامانه، لانه ممكن تحتاجوه بشكل كبير يعني. ايش راحت خطيرة يا شيخ، وين راحت وين راحت وين راحت وين راحت؟ انا شايف انه هون، ولكن ادور على النسخة المضغوطة. اوكي طبعا هيك احنا قمنا باضافة النسخة الاصلية منه، هذا هو. الان عشان نشتغل فيها كل مطلوب مني بس نروح على configuration wizard من هون. طبعا هذا من اروع البلجنز اللي بتخص
سيرش انجن. طبعا راح نختار الاعدادات نقرأها كويس ونختارها بشكل سليم. نيكست، نكمل خطوات معه. هون بيسألني عن ايش هو تخصص الموقع عندي اونلاين. نيكست، هنا بيسألني انه شركة او جهة رسمية او شخصي، طبعا شخصي. من هنا بتختار الاسم، ممكن اختار اشرف، ممكن اختار ادمن. اشرف راح اختار، بعد هيك نيكست. طبعا هنا بخلي كله زي ما هو على اليس، وبعدين بختار نيكست. طبعا بيساعدني جدا بعملية ارشفة الموقع وسرعة الارشفة والتحقق من الميتا تاج والكيورد وامور كثيرة راح تشوفها بنفسكم شباب. طبعا هنا بيسألك انه موقعك فيه يعني اكثر من مستخدم ولا مستخدم واحد. نو، بس انا اللي استخدمه. وهنا الويب سايت نيم، ايش بدك تسمي الويب سايت، بتقدر تغير زي ما بدك. وهنا المسافات اللي بتكون بينهم كيف بدك اياها تكون، باي شكل. احنا ممكن نختار هذا الشكل، بعدين نعمل نيكست. وهنا طبعا هذا الايميل، وهنا بيعطيك فيديوهات طبعا بتقدر من خلالهن تتعلم انت كيف تتعامل مع هذا البلجن العظيم. بعد هيك نيكست، وهيك احنا خلصنا كل اشي وبنقدر نضغط على كلوزد. طبعا مباشرة برجعك هاي الصفحة زي ما انت شايفين. بتقدر انت من هون، طبعا هاي الجوجل فيريفيكيشن كود، بتقدر تحقق من جوجل من هون. بتقدر طبعا للبينج، بتقدر طبعا لأكثر بما فيهم يندكس، يعني بتقدر انت تقدم موقعك لأكثر من جهة وتقوم بالتحقق من هون. هذا الويب ماستر تولز اللي بتعرفه. طبعا زائد انه كثير في اضافات في هذا البلجن. هيك شباب احنا بنكون اضفنا جميع الاضافات اللي ممكن تلزمنا، جميع امور موقعنا جاهزه 100% باذن الله رب العالمين. باقي عندنا خطوه اخيره نتاكد ان مواقعنا ما فيش فيها مشاكل امنيه، وبعد هيك ننطلق بحملات الترويج للمنتجات وللموقع. عشان نتاكد من هذا الموضوع شباب، مطلوب مننا نروح على سايت تشيك من هون شباب. تدخل من هون على الموقع شباب، بس بتقوم باضافه رابط موقعك من هون، وتقوم بعملية سكان للموقع زي ما تشايفين. بيعطيك انه ما عندك اي الموقع، وموقعك مش بلاك ليست. طبعا هون بيعطيك ميديوم طبيعي 100%، ما في اي مشكلة فيه. هيك انت بتكون موقعك سليم 100%. في حال لا قدر الله واجهت انك عندك هون في ريسك او في عندك على الهاي، بس قم باضافة سكرين شوت على الجروب، وان شاء الله بنساعدك عشان تعرف كيف تحل هذا الموضوع، تتخلص من هذه الملفات باذن الله 40. هيك بكون مواقعنا جاهزه شباب. راح نبدا ان شاء الله رب العالمين من الفيديو القادم نعمل حملات ترويجيه وتسويقيه للمنتجات، وكيف نحقق نتائج عاليه وكبيره باذن الله رب العالمين من خلال هذه الحملات مع بعض، ونشوف كيف النتائج تكون مرضيه للجميع. شدوا حيلكم شباب، اصبح عندكم ادوات تقدر تصمم فيها وتجهز فيها اضخم واحسن موقع في العالم. اصبح عندك الان امور وتولز جاهزه انك تشتغل من خلالها، ما بدها غير شويه جهد منك، شويه تعب منك، كل الامور بتصير عندك باذن الله رب العالمين جاهزه. بشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو قريب. اول فيديو راح نطرحه الان بالفتره القادمه راح يكون عن بدايه الترويج واشهار الموقع، وكيف نحصل على ترافيك للموقع والامور هذه. يعني خلاص هيك احنا خلصنا من السيتنج، خلصنا من الاعدادات، خلصنا من التجهيز، خلصنا من اضافه المنتجات. الان بدانا وراح نبدا ان شاء الله كيف نجني ارباح من هاي المواقع مع بعض. خليكم معي شباب، والناس اللي مش ملتزمه ومش ملتحقه بهذا المشروع راح انصحكم نصيحه لوجه الله، ما تفوت هذا المشروع عليك، راح يكون مشروع العمر باذن الله رب العالمين. بالتوفيق شباب، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.